48 ساعة. أنت مطارد. تفضل. كمان ورقاي. كنا هناك حصلها. شو هذا؟ هذول ثلاثة كيلو. لحظة. وبهالوقت تحت بيت يعقوب في خطة قاعدين نحضر لتنفيذها. معين البستكي يانا خصيصا من دبي لبوظبي عشان يدعم برنامج وين ما تكون. مفاجأة يعقوب. انا اسوي العاب خفه سحر الفاصل كلام عادي. ما في شيء عليك. اوكي. في شيء على الباور هوست تفتح بشيك شيء على الناس ابغى تاخذ التطبيق اعطيك قرار. ويعقوب محظوظ بالعرض الخاص اللي بيقدمه أحد أشهر لاعبي الخفة في الخليج في عقر دار، وخصيصا له والإخوان. ولكن يا ترى شو اللي وراء هالزيارة الغريبة وغير المتوقعة؟ بعد صولات وجولات حان وقت بيت القصيد، وطبعا معين البستكي عنده سؤال جديد. سؤال يقول اذا كان سرعه الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية، كم بيكون سرعة الضوء بيوم كامل؟ عندك 3 دقائق. عندك 3 دقائق. خمسة وعشرين مليار وتسعمية وعشرين مليون. ما قصرناك. الله خيرتك إن شاء الله. شكرا. صراحة الساحر أول شيء استغربت، يعني دخل بيتنا الحين خايف على بيته، مثل ما أقرأ في البيت أشوف شيء، يعني أستوي شيء ولا شيء في البيت. وسؤال طبعا سرعة الضوء، يعني أعطاني 300 بالثانية، عندنا ثانية بالثانية عندنا 60 ثانية بالدقيقة، و60 دقيقة عندنا ساعة، فالساعة ضرب 24 تعطيني المجموع هذا بالكيلو متر. فأنا أعطيت الجواب فإن شاء الله صح. مع معين البستكي وفقرته المميزة انتهت أول 24 ساعة من مغامرة يعقوب، وتركناه يرتاح الليل والصباح رباح. الأمور طيب. السؤال الخامس كان مع معين البستكي في بيت. ومعين البستكي طبعا بعد حركات الحلوة اللي سواها من أجمل تحية، أعطاك سؤال. وسؤالك كان سرعة الضوء تبلغ 300,000 كيلو متر في الثانية، فكم كيلو مترا يمكن أن يقطع الضوء في يوم كامل؟ وإجابتك كانت في أقل من الوقت المطلوب، وكانت إجابتك 25 مليار و920 مليون. إجابتك صح. 28,000 تستاهل.